أعزائي المشاهدين، طاب سمركم. أليست مجازفة أن تكتب المرأة بضمير المتكلم في سياق للتلقي ما زال يخلط بين أنا الساردة وشخصية الكاتبة؟ ثم ما معنى أن تكتب المرأة استسلام الأنثى وكأن الهزيمة هي الأصل؟ وهل فعلا زادت وضعية المرأة الكاتبة سوءا مع تقدم موجة نقدية أصبح البعد الأخلاقي فيها هو المهيمن؟ هذه الأسئلة نطرحها سيداتي سادتي هذا المساء على القاصة المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي، صاحبة جلباب للجميع وخمس رقصات في اليوم. فاطمة الزهراء، مساء الخير. فاطمة الزهراء، تلقتك الساحة الأدبية المغربية أول مرة في 2008 من خلال مجموعتك القصصية الأولى جلباب للجميع. الكاتبات عادة يطمحن للخروج من جلباب الأب وحتى من جلباب الأم، لماذا أنت تريدين تعميم الجلباب؟ يعني جلباب للجميع، هل هو احتفاء بالمورود الشعبي أم ربما استسلام له؟ هو إبراز، تحديدا هو إبراز لهذا المورود الذي يقيد المرأة بالخصوص، ولو أن في قصة جلباب للجميع ليست بالضرورة الكتابة عن جلباب المرأة، هناك جلباب للرجل أيضا. هذا المورود الذي يقيدنا كمجتمع، يحتفي بالتقاليد إلى درجة أن يستسلم لها. إذن المشكلة هو حينما تتحول هذه التقاليد إلى أغلال. تماما. وإلا فالجلباب شي حاجة جميلة ورمز من يعني ديال الثقافة المغربية وكذا غير. بالتأكيد، ولكن إذا فقط وإذا كان ممكن أن نستعمله كوسيلة للانفتاح على الجديد، ولكي نظل، لكي لا نظل بالأحرى في تحت قيد أو مقيدين به بالماضي. وعموما انا قلت في السؤال تاعي الاول، قلت مثلا احتفاء بالمرود ام استسلام له، وهذه الكلمه ديال الاستسلام واشاره الاستسلام في السؤال الاول كانت مقصوده في الواقع، لان ما يميز الانثى في قصصك هو انها مهزومه وسريعه الاستسلام. حتى اللواتي لم تستسلمن لسلطه الرجل استسلمن اما للياس او لنزواتهن. سؤالي هو لماذا هذا الاستسلام؟ انا ربما اكتب لأحفز القارئ لكي يتخذ موقف. إذا كنت أريه الموقف الذي سيتخذه، ما غادي مش كنعاونو. أريد من القارئ أن يكون ذكي بما يكفي لكي يرى استسلام المرأة، ولكي يقول هذا استسلام سلبي لا يفيد المرأة ولا يعينها على التقدم والتحرر. أريد أن أري هذه الصور اليائسة لمجموعة من النساء، أيضا رجال، أنا أكتب أيضا بصيغة أو بمذكر، يعني بضمير المتكلم الرجل. وهذه الصور السلبية أريد أن أسلط عليها الضوء لكي يتمكن القارئ من إصدار حكمه. ليس أنا من يصدر الحكم، ولكن القارئ. ولكن القارئ هي احيانا يعني كتشوف مثلا بحال في واحد القصه مشى لي العنوان ديالها الان، كتشوف بنت مثلا تعرضت لواحد الاستغلال معين لجسدها وهي في المحكمه، وكيفاش انه بالنهايه المحاميه ايضا عندها جرح في نفس الاطار، والقاضيه عندها جرح في نفس الاطار. فانا في بعض الحالات كنقول فاطمه الزهراء الرغيوي كتعطي فكره شويه تكاد تكون ايضا غير صحيحه على المجتمع المغربي، لان المراه المغربيه يعني ليست كاع بهذا الاستسلام، ليست مهزومه الى هذا الحد. ولكن هناك حالات، انا خديت ثلاث، هو القصه هي ثلاث نساء. ثلاث نساء، صحيح. وخديت ثلاث نماذج وجمعتها، فكيف ربما هي كترمز المجموعة من المواضيع، كيف بأن الشخص الذي يلجأ إلى القضاء، الفتاة التي تلجأ إلى القضاء تستعين أحيانا بمحامية هي أيضا تعاني من الضغط، والقاضية أيضا أحيانا راه تعاني من الضغط، لأن الصورة اللي عندنا هي أن النساء اللي في مراكز عليا متحررات متمكنات من كل حقوقهن، ولكن للأسف هذا ماشي دائما صحيح.
طبعا القصة فيها مبالغة، ولكن في الكتابة أحيانا نحتاج إلى المبالغة لنسلط الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية. صحيح، ولكي تقنع، ولكي أيضا تترافع، لأنك أنت في مقام الترافع. غير العجيب أنك تترافعين بضمير المتكلم، وأنا بالنسبة لي أنت قاصة مجازفة لهذا السبب، لأن الاعتماد على ضمير المتكلم في القصص عنده صعوبة. ربما هذا هو الذي خلق لك مشاكل على مستوى التلقي، التلقي الذي يخلط بين أنا السارده وشخصيه الكاتبه. هل لهذا السبب تشتكين من التلقي غير المنصف احيانا، بل وحتى من النقد الذي ينطلق من اعتبارات اخلاقيه فيما المفروض ان يقوم على معايير الادب؟ تماما، انا اكتب بضمير المتكلم لان في الغالب اجد متعه اكبر في الكتابه وانا اكتب بضمير المتكلم، الى اي درجه انا قادره على تملك شخصيه ما، وشخصيه انثى، شخصيه ذكر، شخصيه سارق مثلا، شخصيه مثلي جنسيا، شخصيه امراه غاضبه، كل هذه الشخصيات هناك نوع من المتعه الكبيره جدا في تملكها والكتابة باسمها. ولكن في الجانب المقابل تجد أن القارئ يصدق، وهذه ربما أكبر مديح للكاتب، وأن يجعل القارئ يصدقه ويصدق أنه يكتب قصته دائما، بينما الكاتب، أنا أظن أن المتعة للكاتب هو في اختلاق عوالم جديدة وفي اختلاق قصص، وهذا ما يؤدي إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص، وحتى في المجال الإبداعي، حتى الكتاب مثلا والنقاد، اللي يعتقدون أن فاطمة الزهراء الروي دائما تكتب عن نفسها، وهذا خطأ. مثلا في قصة الثدي الأيسر، وربما أشرت في الموضوع للموضوع في كتاب الرسائل في حديثي مع أحلام، كيف إن هناك شخص وهو كاتب أعتقد أنني فعلا أصبت بسرطان الثدي، ولا يمكن بالتأكيد أن أعري صدري لأبرز أن القصة كانت مفتعلة. طبعا قصة متخيلة تماما، من وحي الخيال، ومن مش الخيال تماما، لأنه أيضا من المشاهدة. أظن أن قوة القاس بالخصوص هي في الملاحظة، في قوة الملاحظة. أنا ملاحظة جيدا وأنتبه إلى التفاصيل، ومن التفاصيل تخلق أو أستطيع أن أخلق عالم متخيل في القصص التي أكتبها. الذي سمينها عموما، إحنا بدينا بجلباب للجميع، ولكن المجموعة القصصية ديالك الثانية كانت 5 رقصات في اليوم. هذا العمل صدر عن فضاءات للنشر والتوزيع. أنا سؤالي هو، لماذا هربت هذه المجموعة إلى الأردن؟ يعني ما الذي قاد كاتبة مغربية من تطوان إلى النشر في عمان؟ حديث النشر حديث ذو شجون. أعتقد أن أي كاتب يريد أن يحظى بناشر يحترم نصه ويدافع عن النص كأنه ملكه، لأن النص إذا كتبته ولم ينشر جيدا ولم يوزع جيدا لن تصل إلى أي نتيجة. إلى الآن تجربة 5 رقصات في اليوم هي إلى حد ما مرضية، ولكن ليس بما يكفي، لأن للأسف مسألة النشر في العالم العربي ككل تعاني من اختلالات كثيرة. حاولت في المجموعة الثانية أن أنفتح على العالم العربي، وكان تعامل دار فضاءات تعامل جيد جدا، مراجعة النص، تفادي بعض الأخطاء التي وقعت فيها في جلباب الجميع، أحمل مسؤوليتها للناشر طبعا ولي أيضا، لأن الأخطاء نتشاركها. ولكن كما قلت لك نحتاج إلى ناشر يدافع عن النص أيضا، وللأسف هذا بقي ما وصلنا ليش. أنا لا أريد أن أكتب ثم أذهب بنصوصي إلى المكتبات لأوزعها، هذا بالنسبة لي عمل لا يحترم، يعني لا يحترم حتى النص، لا يحترم النص ولا حتى الوضع الاعتباري للكاتب، لأن النهاية الكاتب كاتب. وربما لذلك لم أوقع المجموعتين إلا متأخرا،
لأنني لم أقم بعمل الإشهار والدعاية للكتابين، لأن هذا عمل يجب أن يقوم به الناشر وليس فاطمة الزهراء وليس الكاتب. فعلا ما غنبعدوش من الأردن، غنبقى معك قريب شي شوية، لأن انخرطت في تجربة طريفة يوم نشرت كتابا مشتركا مع الكاتبة الفلسطينية أحلام بشارات. الكتاب أمامي، إذا كانت تراودني فهي مجرد أفكار. الكتاب صادر في القاهرة في 2009. بغيت نعرف كيف جات التجربة، يعني ديال نص مشترك مع كاتب من بلد آخر. وهي تجربة طريفة منذ البداية. تواصلنا الأول أنا وأحلام شارات كان عبر الإنترنت في أيامات الـMSN، وكانت قد أعجبت بتجربة قمت بها في تطوان مع مركز أنجال كورشة لكتابة القصة مع الأطفال الصغار، وبدأ بيننا حديث طويل لم ينتهي إلى الآن. أظن اكتشفنا من خلاله أننا امرأتين، ولو أنها في فلسطين وأنا في المغرب، نعاني تقريبا من نفس الأوضاع، من نفس التهميش أحيانا، لدينا نفس قلق الكتابة. هذا أدى بنا إلى الرغبة في كتابة نص مشترك، وكتبنا فعلا قصة قصيرة مشتركة بعنوان بياض. ثم بياض كانت قصة قصيرة ولم تشبع رغبتنا في الكتابة المشتركة، فأتت فكرة الرسائل المشتركة والتي قدمنا مشروعها لمؤسسة المورد الثقافي، فحصلنا فعلا على منحة للنشر، وأيضا لكي تقوم بزيارتي، فعلا زارتني في المغرب في 2009. والرسائل عبرت عن مجموعة من الأسئلة، هي في الغالب أسئلة طرحناها حول موضوع الكتابة والمرأة والله والوطن. وبالمناسبة احنا كتبنا الرسائل في الوقت اللي كان الهجوم ديال الإسرائيلي على غزة في 2008، بين في ديسمبر ويناير 2008، فكانت كتابة تحت النار، كتابة حارقة من وجهة نظر كاتبة مقيمة في فلسطين وتعاني، ولو أنها هي في رام الله في جين بين طمون القرية ديالها ورام الله، ولو أنها يعني بعيدة على غزة، ولكن يظل أن الفلسطيني المقيم داخل فلسطين هو دائما يعاني من نفس الأوضاع. صحيح، نفس الأوضاع ونفس صعوبات العيش. تماما. وأيضا ومن وجهة نظر مغربية بعيدة عن فلسطين، ولكن عايشت منذ البداية، منذ الطفولة، هذا القلق ديال التضامن مع فلسطين، تضامن سأسميه سلبي، لأنه للأسف لا يؤتي بنتائج واضحة لأجل الفلسطينيين كأناس يحق لهم أن يكونوا أناس عاديين، أن يتمتعوا بالحياة العادية. وعموما هو التضامن دائما إيجابي بالنهاية، لأنه الآن حتى هذا التضامن صار مطلبا عزيزا في العالم العربي اليوم. غنبقى دائما في هذا المدار، لأن من بعد ستسنح لك فرصة لتجديد اللقاء برفيقتك الفلسطينية. الفرصة جت العام الفايت حينما سافرت ضمن وفد مغربي للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب بفلسطين. كان المغرب هو ضيف الشرف. في الوقت اللي بعض الكتاب دخلوا، أنت لم تمنحي تصريح الدخول من طرف السلطات الإسرائيلية، لماذا؟ لا أعرف، لأن الإسرائيليين للأسف هذا متوقع منهم، لا يعطون تبريرا، يرفضون فقط. وكاين مشكل اعتباطي، لأن كاين اللي دخل وكاين اللي ما دخلش. تماما، بشكل اعتباطي. يعني السي محمد برادة دخل مثلا، الصديق عبد الصمد بن شريف دخل، بعض الأصدقاء اللي مشاو معكم. مجموعة يوسف فاضل، دريس الملياني، مجموعة من الأسماء اللي دخلوا اللي تمكنوا من الدخول، وكنا نحن، كنت أنا والشاعرة وفاء العمراني اللي هي سبق لها أن دخلت مرتين، يعني أن ترفض هذه المرة كان يعني كان الاعتباطية في هذا. وكان الأستاذ حسن الوزاني مدير مديرية الكتاب اللي المفروض يكون هو أول الحاضرين، وكان مجموعة من الأسماء اللي منعت. هو منع
ما كنتش فرنسي. وايضا منع وموسيقيين من فرقه الفنانه سميره القادري، ورئيس مدير دار التوحيدي الاستاذ مرادي. كنا سبعة أشخاص اللي تمنعنا من دخول فلسطين بدون مبرر وبدون تفسير، وكان نوع من أعتقد حسب ما شرح لنا بعد ذلك أن الإسرائيليين عموما لا يوافقون على كل الأسماء التي تقوم ستشارك في فعالية ثقافية في داخل فلسطين لإحباط أو لكي لا يكون اللقاء كاملا وتاما. وهذا نوع ايضا وهذا هو الاستعمار والاستيطان والحصار، هو هذا بالنهايه الاخيره كتكون الاسرائيليين هنا تعلم تماما انهم يعيشون تحت الحصار، لانك تذهب لزياره المفروض انت مثقف كاتب، لا احمل بندقيه، لا احمل سلاح، ولماذا امنع اذا؟ بالضبط. ولكن تمنعتي طبعا من الدخول، وتمنعتي من ان تعيشي لحظه جميله هي لحظه التوقيع المشترك لهذا الكتاب. بغيت نعرف كيف كان احساسك وكتابكما المشترك يوقع في المعرض من طرف احلام بشارات بوحده، فيما انت عالقه في الضفه الشرقيه مكتفيه من فلسطين بالرائحه التي كانت تصلك وانت في الاردن. بكيت. بكيت لان كانت رغبة أنني ألتقي بأحلام، لأن أحلام إذا لاحظتي في صفحة الفيسبوك أن عاملها أختي، دونك أن لا تلتقي بأختك أمر صعب. وأيضا بأن هذا كتاب يعني لنا أنا وأحلام الكثير، وفجأة تمنع من تشارك لحظة ولادته أمام الجمهور. هو صحيح أنه نشر سابقا، ولكن للأسف لم يحتفى به كثيرا، لأن نشر في مصر ونحن كلنا في بلد بعيد، احتفي به مرة واحدة هنا في المغرب. ولكن كان حزن كبير حتى بالنسبة للأحلام. أحلام إلى الآن أو خصوصا في تلك اللحظة كانت عاجزة أن تكلمني أو تحادثني، لأن كانت تلك الغصة ديال لم أستطع أن ألتقيك وأنت في الأردن وأنا هنا، ديال القريب البعيد يعني تماما. وين هذه القضية ديال حركة الكاتب في الجغرافيا بشكل عام، يعني ما نبقاوش غير في فلسطين، تطرح سؤالا. يعني انا اتذكر بان العام الماضي جمعنا سفر الى بلد اوروبي في اطار تظاهره ثقافيه هناك، واذكر ايضا انك وجدت بعض الصعوبه في الحصول على الفيزا. يعني يمكن المشكل تحل في الاخير وعطوك التاشيره، ولكن هذا لا يمنع اننا نطرحه اليوم ولا نفكر بشكل جماعي في سؤال حركه الاديب الحره في الجغرافيا وفي العالم. يعني الا تحسين ببعض حينما ينتهك حقك في السفر وفي الذهاب نحو الآخر؟ فعلا، أصلا الدول الأوروبية التي فرنسا، لأن طبعا احنا كنا مشينا في اللقاء في فرنسا، التي تدعي كل هذا الاهتمام بحقوق الإنسان والتي تنص على حق السفر والتنقل بين البلدان، وفي النهاية تذهب إليها بملف كونك كاتبا ولا تمنح تأشيرة. أنا وأنت مدعوم طرف مؤسسة فرنسية. فرنسية الدولة يعني مؤسسة رسمية. رسمية مش مؤسسة مستقلة. طبعا كان هناك ضيم وحسيت بقلق، وحسيت في هذه اللحظات تحديدا كتحس بأنك محتجز داخل الوطن الذي أنت ولدت فيه. يمكنني أن أحب المغرب كما أريد، ولكن نحب ما نملكه أكثر إذا استطعنا أن نغادره ونعود إليه بشوق أكثر ربما وبحنين وللأسف على الأقل واحد كيربي الحنين حينما يسافر. تماما. وفعلا راه كترجع كتقول ما كاينش حسن من المغرب، لأن طبعا البلد ديالك هو دائما البلد ديالك، الحنين يعود إليه مثل الأم تماما. ولكن أن تمنع من السفر هو أمر صعب جدا، ربما أيضا كوننا لا نحتاج
لا نتوفر ككتاب مغاربة على وضع اعتبارية ككتاب حتى داخل بلدنا تماما، وأن كيف سنكتب على تجارب إنسانية وننفتح على ثقافات أخرى ونحن محتجزون. طبعا القراءة تساعد وهي من ساعدتني إلى الآن، ولكن السفر أيضا له دور مهم، له دور خصوصا أنك أنت كنت طبعا أنت تدعين ككاتبة، وانا كان اعرف بان في المده الاخيره فاطمه زهر الغيوي ما عندكش مهنه اخرى غير الكتابه. هما باش يعطوك الفيزا مثلا كانوا كيطالبوك بوثائق وضمانات ماليه لا توفرها حرفه الادب، يعني خصك تكون اما موظف عنده كذا او لا عندك شركه وعندك مجموعه من الوثائق. يعني المشكل كاين هنا خصوصا وان الكاتب المحترف هما شي كيعرفوه، لان الكتاب المحترفون عندهم في اوروبا كيحتاجوا السفر والمشاركه في ندوات وملتقيات ثقافيه مختلفه حتى باش يحسنوا وضعهم المادي ويحصلوا على موارد مالية إضافية. يعني ندعوك ككاتبة ونطالبك باش تكوني شي مهنة أخرى باش تجي عندنا. تماما، خص أو خصك تكون مخادع توفر أوراق اللي ما عندكش، وهذه لعبة لا أحبها ولا أريد أن تنخرطي فيها. تماما، ربما لهذا قلت نحن في المغرب نحتاج إلى من وزارة الثقافة ربما إلى الاعتراف بمهنة كاتب، معناش مهنة كاتب، وأيضا ربما وضع شكل قانوني ما للسماح للكاتب بالاستفادة بتغطية أو بحماية من وزارة الثقافة أو مؤسسة ما لتجعل أن الكتاب يقدروا يطلبوا فيزا ويقدروا يسافروا بضمانة مؤسسة ما، لأن بهذا الشكل هذا كنعرف مجموعة من الكتاب اللي هم أيضا يعملون ربما عندهم مهن ولا تمنح لهم الفيزا. صحيح صحيح، عشنا التجارب، ولكن هم عموما يجب أيضا أن يتضامن الكتاب بينهم. أنا بقي كنذكر أن كانت واحد حركة تضامن قوية معك، من حسن الحظ أنه خديتي الفيزا، لأنه يعني كانوا بعض الأصدقاء تفكروا حتى في إلغاء سفرهم تضامنا معك. يعني بالتأكيد كنوجه تحياتي بالخصوص للعزيزة لطيفة بقا وليك ولعمر برادة اللي أصر على حضوري في مارسيليا في إطار ذاك الفعاليات، لأن كيخص يجب أن يفهم العالم بأنه لا، راه الكاتب عنده وضع خاص وكيخص الاستثناء الثقافي في هذا الباب. غير احنا لحظه مشينا لفرنسا ومشينا لفلسطين وخلينا البيت والعالم يبدا من بيتك. بالنسبه للكثيرين فاطمه زهراء الرغيوي كاتبه من تطوان ويصفونك احيانا بالاندلسيه، ولكنني اعرف انك لست اندلسيه، انت فتاه من صنهاجه وتتحدثين تصنهاجيت بطلاقه. قرأت لك نصا جميلا في هذا الإطار، هو النص اللي كتبتيه على إيموكزن، تلك القرية الصغيرة ذات الطريق الوعرة التي تبعد عن تيرغيست ب 60 كيلومتر. ياك، شنو عطاتك إيموكزن ككاتبة؟ شنو عطاتك صنهاجة؟ أظن الرغبة في الحكي منذ البداية، الرغبة في الحكي. الجغرافيا الجبلية هي جغرافيا تطرح أسئلة ربما لي على الأقل، وجدتي اللي كانت صنهاجية بالتأكيد كانت حكاءة ماهرة، وبفضلها أظن أن منذ البداية منذ كنت أسمعها كان عندي هذه الرغبة في اختلاق قصص أيضا لكي أشبهها، لهذا خديت هذه الرغبة في الكتابة من طبعا بالمكتبة اللي كانت في البيت وكل هذا، ولكن أيضا بفضل هذه الحكاية التي كانت تنقلها جدتي. وإيموكزن أنا للأسف ما زرتهاش هذه 30 عام أو أكثر، ولكن أنت ولدت هناك وبقيت سنوات طفولة إلى أن دخلت المدرسة، لأن دراستي كلها كانت حتى البكالوريا كانت في العرائش، وهما العرائش وإيموكزن يقتسمان هذا الحنين اللي كيسكنني. معلين أنا الناس كاملين كيعرفوا أنني من تطوان، ولكن تطوان هي أيضا جميلة والآن لها مكانة خاصة في وجداني، ولكن الطفولة هي اللي كتحدد العلاقة بالأمكان. يعني ملامح الشخصية تتشكل هناك يعني. تماما، يمكن أيضا مجموعة من العلاقات البشرية من التراث
أخذ الشفهي من الأساطير، عندها أساطير كثيرة، وحتى المسارات الخاصة ديال الأفراد، هناك مسارات خارقة أحيانا. جدتي إذا كتبت، إذا استطعت، وهذا حلمي، أن أكتب حكايتها هي كفرد، ستكون حكاية استثنائية لأنها كانت امرأة استثنائية. ومغزل أيضا بحكم أنها أو سنهاجة كمنطقة، بحكم أنها أتت في منطقة بين الريف، بين الرواف التريفية، الناس اللي كيضرب بالريفية، وبين جبالة اللي كيضرب العربية، كنا دائما نعاني من نوع من الإقصاء. هذا الإقصاء هذا كيجي لك منذ البداية، كتستوعب أن الهوية ديالك هي خليط من مجموعة من الهويات، اللي عبر عليه جيدا أمين معلوف في كتاب الهويات القاتلة. كيفاش أنني صنهاجية، وديما كنت كنعتبر نفسي ريفية، وكنمشي عند رفيق يقول لك لا انت مش ريفيه، وكنمشي عند جبل كيقول لي لا انت مشي جبليه، وكتجبر راسك لواحد منطقه صراع. وهذا الصراع هذا زاد ملي مشيت للعرايش، لان في العرايش كنا معروفين، لان العرايش وقتها كانت باقي صغيره شويه، دونك كنا معروفين كروافه، دونك كانت عندي الهويه ديال الروافه في العرايش ماشي ديال السنهاجه. دونك كان هذا الاهتمام وهذا الوعي بالهويه، وكيفاش انه كيحدد التعامل ديال الاخر معك، فانت مجبر انك تستوعب هذه الجوانب في الهويه ديالك، وانك تبرزها دون ان تسيء الى الاخر، ودون ان تسيء الى تاريخك، لان التاريخ مهم جدا. نحن في النهايه الاعتراف بهذه الاجزاء من الهويه المغربيه بشكل عام، انا كنقول دائما ان المغرب خصو يستوعب هذه الهويات المشكله للهويه المغربيه، يعني الجامعه. الجامعه تمام. صحيح. وعموما الاهم هو التعبير عليها، وهذا ما تحاولينه في مشروعك القصصي فاطمه زهراء الرغيوي. شكرا لانك لقيتي دعوه مشارف. شكرا لك. وانتم اعزائي عزيزاتي، الاعمال ديال فاطمه زهراء الرغيوي ثلاثه ما قدامنا: جلباب للجميع، صادر عن مؤسسة النخي للطباعة والنشر، وخمس رقصات في اليوم عن فضاءات للنشر والتوزيع بعمان، وإذا كانت تراودني فهي مجرد أفكار، كتاب عن شمس للنشر والتوزيع بالقاهرة، الكتاب المشترك ما بين أحلام بشارات وفاطمة زهراء الرغيوي. فاطمة زهراء أيضا يعني في إطار دفاعها على تصنهاجيت وعلى صنهاجة، أحضرت لنا مجلة تيديغين اللي هذا اسم جبل في صنهاجة، وهو ثاني أعلى قمة في المغرب بعد طبقال، مش عارف هذه القضية عاد قالتها لي دروك. والعدد هذا العدد تاع المجلة ديال تيديغين يشتغل على منطقة صنهاجة أسراير والعادات والتقاليد عند قبائل صنهاجة أسراير، مبدعون من صنهاجة أسراير، وأيضا قصة كي موغزن أنا قريتها في مكان آخر، ولكن يبدو أنها منشورة هنا ومحتفى بها في هذا العدد. أعزائي عزيزتي، أديبنا الراحل الأستاذ عبد الرحيم المدن، لحسن الحظ أن وزارة الثقافة تفكر في إصدار أعماله الكاملة، لأن الرجل غزير الإنتاج، وفي المشاهدين من يعرفه قاصا، وفيهم من يعرفه كاتبا للأطفال، وفيهم من يعرفه رحالة كاتبا للرحلات، وهناك من يعرفه باحثا في مجال الرحلة. يعني هذا الرجل المتعدد المواهب والانشغالات، بعد رحيله وفي أربعينيته لحسن الحظ ظهر كتابه الأخير أرخبيل الذاكرة، الذي يضم مجموعة من رحلاته الأخيرة، الرحلة الصينية والرحلة الباريزية والرحلة المصرية، خصوصا وأنه كان في عاش في مصر في لحظة التحول يعني ديالها، يعني في بداية ثورتها الأولى، الرحلة الهولندية وما إليه. عبد الرحيم المدن أيضا من مكتبته نقترح عليكم مجموعة من العناوين هكذا يعني بشكل جزافي تقريبا: صور من طفولة الكتب
كتاب العرب طه حسين طفلا، وهذه سلسلة اللي خص فيها مجموعة من كتاب عرب ومغاربة كاين عبد الكريم غلاب دريس الخوري وآخرين. من سلسلته للأطفال هذه قصة الحلم وقصة أطفال البحر، مجموعته القصصية الشهيرة وتلك قصة أخرى اللي سبق لها صدرات عن عيون يعني عيون المقالات، مجلة عيون المقالات كانت تصدر سلسلة عيون، وكانت هذه المجموعة القصصية حدث في حينه. ثم في المجال التربوي والبيداغوجي أيضا اشتغل على دراسة مجموعة من المؤلفات اللي كانت مقررة، مثلا سهرة مع أبي خليل القباني، أبو حيان التوحيدي، ابن الرومي في مدن الصفيح، محاولة عيش، رجوع إلى الطفولة، الساحة الشرفية، أيضا تحليل لهذه الروايات. ثم الأدب والغرابة، قراءتان لشعرنا القديم، دائما تحليل لهذه الأعمال في سلسلة البكالوريا للجميع. وآخر كتاب هو حذاء بثلاث أرجل، مجموعة قصصية أخرى للأستاذ عبد الرحيم المدن، صادر عن سعد الورزازي للنشر، في انتظار أعماله الكاملة عن وزارة الثقافة. أستودعكم الله أعزائي عزيزاتي في أمان الله. الرعاية